اهلا بيكم معايا من تاني فيديو جديد وفكره جديده. يا رب تكونوا كلكم بألف خير. اللي اول مره بيتابعني معاكم غاده. النهارده ان شاء الله في الفيديو بتاعي هنفذ معاكم فكره مقلمه بمناسبه ان المدارس قربت. طريقتها سهله وهتبسط الاطفال جدا وان شاء الله تقدروا تنفذوها بكل سهوله. ده شكلها على شكل دبدوب ومن ورا بتتفتح كده عامله لها سوسته، وهنا تحطوا الاقلام والادوات المدرسيه اللي انتوا حابين تحطوها للطفل. كل اللي هنحتاجه علشان ننفذ المقلمه دي، محتاج الاساسي معايا قماش الجوخ. قماش الجوخ نوع من انواع الاقمشه اللي بتستخدم في الاشغال اليدويه، هتلاقوه بيتباع في المكتبات او في المحلات اللي هي بتاعه القماش. اسالوا عليه ان شاء الله هتلاقوه موجود. ممكن كمان تستخدموا اي قطعه قماش موجوده عندكم انتم مش محتاجينها. ممكن تعملوها بورق الفوم، بس انا افضل ان احنا نستخدم القماش علشان خاطر ورق الفوم ممكن يتقطع بسرعه من الاطفال ومش هيطول معاهم، فانا افضل مع المقلمه ان احنا نستخدم اي قطعه قماش. وهحتاج سوسته وهحتاج خيط وابره ومقص. اول خطوه هجيب ورقه بيضاء ومسطره وقلم وهبدا انفذ بيها معاكم الباترون بتاع الدبدوب. المقلمه دي هنرسمها بطول حوالي 25 سنتي. هنبدا نرسم خط كده 25 سنتي، والعرض بتاعها هيكون حوالي 9 سنتي. هنرسم خطين من فوق كده، خط من فوق 9 سنتي وخط من تحت تاني هيكون 9 سنتي. بعد كده هنبدأ ننفذ شكل الدبدوب. هنرسم اول حاجة الودان، وهنرسم خط كده، وهنرسم الودان التانية، وهنبدأ نرسم الوش بتاع الدبدوب كده. طريقة رسمه سهلة جدا. ممكن تجيبوا طريقة رسم دبدوب من على تعملوا سيرش على جوجل، او لو حابين اسيب لكم الباترون بتاعها على صفحة الفيسبوك، بسيب لكم دايما الرابط في صندوق الوصف. ابعتولي على رسائل الصفحة وانا هبعت لكم الباترون بتاعها. هيطلع معايا بالشكل ده، وفي النص هنا هنبدأ نرسم شكل بيضاوي كده. هنبدأ نفرغ الباترون بتاع الدبدوب. قصيت الباترون من على ورقة وفرغت الجزء اللي في النص. بعد كده هنجيب قماش الجوخ وهنبدأ نفرغ منه اتنين، يعني هنفرغ من الدبدوب ده اتنين على قماش الجوخ. هتبدأوا تجيبوا قلم رصاص وهتبدأوا تحددوا كده على القماش. قصيت اتنين من الباترون على قماش الجوخ. بعد كده هجيب واحد من الباترون دوا وهجيب مسطرة وقلم وهبدأ احدد خط كده في النص. بعد كده هجيب المقص وهبدأ اقص كده الخط ده. هتقصوا قطعة صغيرة جدا من اللي هو القماش على حدود الخط ده علشان نقدر نركب السوستة بتاعة المقلمة. هتطلع معايا بالشكل ده. بعد كده هجيب السوستة وهبدأ ادخلها كده جوه الفتحة دي، وهبدأ بعد كده اثبت الاطراف بتاعتها. ممكن تعملوها بالخيط او ممكن تعملوها بمسدس الشمع، بس انا افضل ان انا اعملها بالخيط والابرة علشان تعيش معايا فترة طويلة. هبدأ بعد كده اثبت السوستة بالخيط والابرة. اثبت طبعا كل طرف لوحده. طبعا هتظبطوا الحافة بتاعة القماش على السوستة انتوا بتخيطوا. ولو انتوا عايزين تعملوها بطريقة بسرعة ممكن تثبتوها بمسدس الشمع. ثبت السوستة على المقلمة بالشكل دوا. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نجيب القطعة التانية من الباترون بتاع الدبدوب وهنبدأ نحطه على
الجزء اللي احنا خيطناه بتاع السوسته، وهنبدا نخيط الاطراف كلها بتاعه الدبدوب برده بنفس الطريقه بالخيط. ممكن تعملوها برده بمسدس الشمع لو حابين. هنبدا نخيطها، لو في جزء زايد من السوسته طلع من بره كده هنبدا ندخلها. بعد كده هنبدا نخيط الاطراف بتاعه المقلمه، وهنبدا نخيطها بالطريقه دي. هندخل الابره من ورا وهنلف الخيط على الابره وهنشد كده. طبعا تقدروا تخيطوها بالطريقه اللي انتوا حابينها. هندخل الخيط من ورا وهنلف الخيط على الابره وهنبدا نشد. هنبدا نكملها بنفس الطريقه لحد الاخر. وبكده اكون خيطت اللي هو المقلمه بالخيط زي ما انتم شايفين. ولو انتم حابين تعملوها بطريقه سريعه ممكن تستخدموا مسدس الشمع بدل ما تخيطوها، وده هيبقى الجزء الاساسي بتاع المقلمه. بعد كده هنبدا نعمل التفاصيل اللي هي هنزين بيها المقلمه. طبعا دي اختياريه على حسب ما انتم حابين، بس انا هوريكم الطريقه اللي انا زينت بيها. اول حاجه هجيب قطعه قماش، اي لون قطعه قماش يتناسب مع لون اللي هو المقلمه. ممكن كمان تزينوها بورق الفوم لو انتم حابين. وهجيب البطرون اللي انا قصيته من الجزء اللي هو في النص بتاع الدبدوب، وهبدا اقص عليه الجزء ده. هقص على قطعة القماش الجزء ده، هبدأ أحددها وأقصها بالمقص كده. هنبدأ نحط لزق شمع على الأطراف، ولو ما عندكمش لزق شمع ممكن تخيطوها. وهنبدأ نثبتها في الجزء ده. وقصيت برضو على نفس قطعة القماش قطعتين كده للودان بتاعة الدبدوب، وهنبدأ نثبتها كده في الأجزاء دي. وممكن زي ما قلتلكوا تعملوها بورق فوم. قصيت 3 دوائر للعين بتاعة الدبدوب على ورق الفوم الأسود، هثبتها هنا كده بالشكل ده. وبأي قلم اسود عندنا اي قلم الوان، وهنبدأ نحدد البق بتاع الدبدوب. وعلى ورق الفوم البامبي قصيت دايرتين على شكل كده بيضاوي زي ما انتم شايفين، هعمل بيها الخدود بتاعة الدبدوب. حاجة اعملها هجيب ورق فوم الاسود الجليتر، وهبدأ اقص كده عليه شكل اللي هي الحواف بتاعة الايد بتاع الدبدوب، هتطلع معايا بالشكل ده. وعلشان ابدأ اثبتها في الاجزاء دي هقص منها 3 تانيين، وهبدأ اثبتهم على الاطراف بتاعة الدبدوب كده. هجيب قلم كوريكتور او اي قلم ابيض عندنا، وهنبدأ نعمل بيها العين بتاعة الدبدوب كده. ممكن تعملوها بورق الفوم اللي هو الابيض. وده الشكل النهائي بتاع المقلمة. وطبعا هنا هنبدأ بعد كده نحط الادوات المدرسية بتاعة الطفل. وبالشكل ده اكون خلصت فكرة المقلمة. طريقتها سهلة وبسيطة جدا زي ما انتم شايفين. اعملوها باي قطعة قماش موجودة عندكم، وزي ما قلتلكم انا افضل اعملها بقماش بدل اللي هو ورق الفوم. هتكون عملية اكتر وهتعيش مع الطفل.
وان شاء الله اسيب لكم الباترون بتاع الدبدوب على صفحه الفيسبوك او ابعتوا لي على رسائل الصفحه وانا هبعت لكم الباترون بتاعه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات واشوفكم الفيديو الجاي فكره جديده ان شاء الله.